مشرفني جدا جدا ان انا اقدمكم جميعا النهارده الى الاستاذه. للأسف حصل موقف مش لطيف خالص، بيته اعتذرت لي، فأنا بعد إذنك اتفضلي معايا المسرح. بعد إذنك اتفضلي معايا المسرح. اتفضلي. هو موقف صغير وما يستاهلش، ولكن لا يليق بيا أنا كعبير الكاشف. فأنا كان يشرفني جدا، يعني يشرفني جدا جدا إن أنا أقدمكم جميعا النهارده إلى الأستاذة. أنا أصلا ما شرفتنيش أبدا إن أنا أقدمها. شكرا جدا.